الزملاء الاعزاء الاجلاء اعضاء المجلس لقد شرفتوا بان اكون معكم ضمن الكتيبه التي ناضلت من اجل رفعه المحاماه ورفعه المهن. سأذكركم التاريخ وسأذكرنا التاريخ أننا فضلنا المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، فقمنا بتنقية الجداول، وقمنا برفع المعاش، وقمنا برفع سقف العلاج، وقمنا ببناء هذا الصرح العظيم، صرح مبنى نقابة المحامين. سنخلد في تاريخ الحركة النقابية في المحامين، لأن هذا المجلس استطاع أن ينجز ما لم يستطع أن ينجزه أي مجلس سابق عليه. أما أنت يا سيدي فقد عرفتك منذ أن كنت تلميذا في كلية الحقوق، ده الأهم، وكنت أنت قائدا في الحركة الطلابية، وأنا أنسى لك أيادك البيضاء، فلم أنسى يوم أن جئت إلى محكمة جنوب القاهرة متطوعا للدفاع عني في القضية 18 و19، ولم أنسى أننا نحن جيل الخمسينات قد فرزنا قيادتنا وقد اخترناك قائدا لجيلنا، وأنا من جامعة عين شمس ولكن حس إليك وأنت قائد من جامعة القاهرة، ولم أنفصل عنك وزلت ولازلت معك وسأظل معك، فأنت صاحب أيادي بيضاء علي شخصيا مهنيا وإنسانيا. حفظك الله وحفظك الله وأدامك عليك الصحة والعافية، وعاشت نقابة المحامين وأنت قائد لها، عاشت نقابة المحامين بيتا للوطنية المصرية. وأشكركم زملائي الأعزاء.